السلام عليكم أحبائي وأعزائي متابعي ومشاهدي قناتكم قناة جوار السويس، أهلا بكم في لقاء جديد على شاشتكم شاشة جواهر السويس. أنا هختصر الموضوع عشان حبايبي يقدروا يتفرجوا، لأن أغلبنا يا جماعة بنشتري باقة، لا سمك شركس، سمك مز بياض، حديد فرهود يا جماعة، كشر فوانيس، عروس، كنال بلدي، مرجان بأتف، حتة ناجل، ارفعلي بس ارفعلي، لا عشان بس اصور بس. الله ينور عليك، فارخ ناجل يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. الجوده هنتعرض لها يا جماعه، وانتوا حضراتكم اصبحتوا خبره خلاص. كشر فوانيس، اللهم صل على النبي، تمام، وأمرايا وشعور، الله بص الشعور يا جماعه، يعني الكاميرا هي اللي بتحكي وتغني. شريفه بسم الله ما شاء الله، سمكة شريفة، العين والجمال كله، وفرخة هامور، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والدراج بتاعنا السويسي. وكده نقدر نقول صباح الفل. طبعا الضحكة بيني وما بينك، ها حبايبك في قناة جوار السويس صباح بيصبحوا عليك، صباح الفل عليكم، وعودة من جديد مع محمد ان شاء الله باذن الله، واللي فات مات ان شاء الله. عم احمد حبيبي، عم حبيبي حبيبي، انتوا اصبتوا يا جماعه ما تزعليش مني، انتم شباب طالعين مع القناه، بمعنى بمعنى لا بخبي عليكم حاجه ولا انتم بتحرموني من حاجه، وربنا جعلني سبب ان الحمد لله حبايب القناه بيعملوا معاك ايه؟ والله مشرفينا ومنورنا كلهم. اللي بنعرضه الناس بتطلع ما بتخرجش، بيجي لك وما بيقولكش الناس مشرفانا؟ لا بيجوا لنا طبعا الحمد لله. الناس كويسه طبعا يا جماعه، محل الاصدقاء جمال وكريم، والتليفونات بتاعتهم يا جماعه. ونبدا مع المتحدث الرسمي للشركه كريم. حبيبي عم احمد، الشركس ده شركه سواء هناخد، احنا عرضنا ناخد اسعار الشركه 60 60 اه، الفرهودي الفرهودي ده 80 80، انا برضه بالراحه يا جماعه عشان الفرهودي النفاره نفاره واحده كده هتبقى عامله 90 90، الفانوس الصغير الفانوس الصغير ده 80، مز البياض مز البياض 90 معايا يا جماعه، سجلوا تمام كام؟ 90 90، عروس البلدي الجميل ده، ما انا هو الناس خلاص عرفت، طالما الظهر ابيض مش مغمق ولا اسمر يبقى بلدي بكام؟ ده ب 120، مرجان بأتب 130 130، الكيلو في الناجل الكبيره دي، الناجل الكبير ده يا عم احمد 140 140 يا جماعه، كويس بس الجوده عاليه قوي، ما انا عارف نزل الناجل كويس الحمد لله. الفانوس الكبير ده 110 110، بص يا جماعه انا مش هتكلم، العين هي اللي تحكم، ويا جماعه انا خلاص اتعودت، قلت الحمد لله بيتوا احسن مني، بتبصوا على السمكه بتفصصوها. الشعور الجميل ده بكام؟ 120 120 الحجم ده، في صغير نفس السعر؟ هو يعني الشعور اه 120 كيلو 2 كيلو 3 كيلو تمام. فرخ الهامور الجميل ده بكام؟ 120 120 برضه، هامور بص كده، والشريفه اكيد ثمن الناجل بالظبط كده بكام؟ 150 140 بس 140 150 140 تمام؟ شريفة يا جماعه بصراحه الراحه يا جماعه مش حاطط عليها ميه، لو حاطط اوريكم حط عليها ميه عشان الناس تعرف بس الفرق، بتلمع وجميله يا جماعه، امال بقى لما احط عليها ميه؟ بص يا جماعه انا بوريكم ليه؟ البياعين بيلمعوا الشغل، لكن لما يكون الشغل حلو مش محتاج مش محتاج تلميع، مش دي كلمتي قصدي يعني، اه انا لو صورتها قبل ما تحط ميه وصورناها بعد ما حطينا ميه السمك هو، لكن غالبا بيرش ميه عشان تلمع
بس ما بتفوتش دلوقتي على ايه؟ على عم احمد وزمان والحبيب عم احمد في جوار السويس. تمام. والادراك؟ ادراك 90 بكم؟ 90. حلو حلو. في سؤال يا كريم، ممكن اخد منها بالكيلو؟ ممكن. مش كده؟ انا شفت ناس كده جدا الكبيره دي، عشان هو عايز جزل كبيره موجوده. موجوده بيبقى سعرها طبعا شيل الدماغ وشيل المصارين وشيل. كيلو جزل صافي ب 140، يعني 120 في 140. تمام تمام. احنا هنكمل لقائنا ان شاء الله بوعد. انا مش هعرض الفيديو ده الا لما اكمل لقائي بالوعد اللي بيننا والبعض. احنا عارفين ايه بيني وبينك، ها؟ في مفاجاه ان شاء الله باذن الله لقناه جوار السويس والمتابعين بتاعتها، مفاجاه حلوه ليكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا يا كريم. مش هنهي الفيديو، اقول لك شكرا بس. ورجعنا لكم يا جماعه زي ما وعدناكم بمفاجاه كريم وجمال، مطارخ وطريقه تعبئتها وطريقه تغليفها، على اساس ان شاء الله نتابع مع بعض. ايه ابو كريم، وفيت وعدت؟ ووفيت. تمام ان شاء الله يا جمال. وعدنا ووفينا الحمد لله. تمام. ادي يا جماعه بوكشه ال وريني البطروخ بقى كله بيجوا يا جماعه زي ما انتم شايفين حضراتكم. ده بتاع بوري، ده بطارخ بوري. بطارخ بوري يا جماعه أربعة، يعني الكيلو الكيلو 16 واحدة يا عم. الناس تسأل الحتة البيضة دي ايه؟ دي بطنية للصدفة، للصدفة بتاعة البطروخ. لو اتقطعت البطروخ يفك. بالظبط. بص كده مش كده؟ لا على الطبيعة بقى. على الطبيعة. لو هو شالها اللي هي كده، بص هي كده يا عم احمد، بص كده. البطروخ بص هيفضل ازاي؟ بص هيفضى. هيفضى. البطروخ يفضى على طول. فدي القفل، القفل بتاعها او الصدفة. هو بيقطع، لازم بيقطع معاها ايه؟ حته الصدفه دي، او حته اللي هي اللحميه بتاعت بدايه البطروخ دي اسمها الصدفه. القفل بتاعها القفل بتاعها بمعنى اصح دي اسمها الصدفه. تمام تمام. بنعبي كده. اللهم صل على النبي. اربع وحدات كده على الميزان يا جماعه. اهو بيوزن يا جماعه. اثنين، ثلاثة، أربعة، 200 يعتبر يا جماعه ربع كيلو. هو بيحط زياده 260. تمام. ده بيطلع بكام ده يا جمال؟ ده عامل 80 يا عم. طبق 80 يعني الكيلو عامل 320. ماشي ماشي. حاجه ما شاء الله عليها كده اهي. واحنا نتابع يا جماعه بسم الله ما شاء الله. هو بدا عنده طلبيه هيطلعها دليفري، هيبدا يوزعها على ده المطلوب مننا، الاوردرات المطلوبه منك. بص يا عم احمد، احنا يا ربي احنا ربنا يزيدك. انتوا من الناس المحترمه انت وجمال، وبتشتغل جديد طبعا. وانت ده تقول طبعا ان الشغل ده طبعا جديد احسن يا جماعه من طبق الفوم. بالظبط كده. ده كده العبوه محفوظه، وان شاء الله بتعشم بقى كريم. بتعمل حاجه بقى زياده بالنسبه للوجو، اللوجو والتيكت يتحط على الايه؟ يتحط على الطبق. ده يبقى اجمل، يبقى قريب ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا بص يا عم احمد، ده الشغل القديم يا جماعه. الاختلاف طبعا من القديم والجديد. هنا هنعمل كده طبعا. ده القديم، ده الشغل القديم وهو خلاص بطله يا جماعه. بس بوريكم الفرق ما بين الشغل القديم كده ونفس الربع كيلو. نفس الربع كيلو، بس بقى في حاجه يا عم احمد. اتفضل. لما بلف الاستريتش كده يا عم احمد وبيخش تلاجة بيطرى السويتش، بيبوظ بيبوش الكلام ده، وبيحصل ميه البطارخ بميل وكل حاجه. في الاول كويس، لكن لما يخش تلاجة يا جماعه الشيء بيختلف بقى. بيختلف. ده بص ورق ورق. لكن يا جماعه ده علبه. وريني كده يا جمال يا كريم. وبعدين برضو العميل بتاعنا يقدر يبص على البطارخ بتاعته منين؟ من فوق وتحت، من فوق وتحت، ويعد البطارخ بتاعته. ده جميل، ده جميل. في طبقه زي دي كده سودا يا عم احمد، اجمل واشيك، بس ما رضناش نجيبها عشان البطارخ، ممكن نجيبها في اي حاجه ثانيه من الدارية. لكن البطارخ عشان ايه العامل ايه اللي انا بطلبه منكم؟ لوجو اسمكم ان شاء الله، ويتحط تيكت ستيكر يتلزق مع كل عبوه، هيبقى ليها مغزى ثاني ودعايه ليكم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. عم احمد اهي البطارخ زي ما قلنا لحضراتكم اهي، بسم الله ما شاء الله. تمام. كلها كبيره كده طبعا. جوار السويس ليها جوار السويس طبعا الاسعار بتختلف. يعني الجوار السويس ب 300 مش ب 320، ده عرض اي حد يجي لنا من جوار السويس ب 300 بس مش 320. ولازم انا اتدلع عليه يا جماعه، وانتوا تتدلعوا، لان هو بيحبكم وبيقدركم. بالظبط كده. في ناس كده بتبقى عزيزه على قلبنا. الناس بتبقى عزيزه على قلبنا، ناس اللي هم طبعا حبايبنا اللي بيجوا لنا من جوار السويس، دول ليهم معزه خاصه ولهم اسعار خاصه ومعامله خاصه،
وتوصيل خاص كل حاجه خاصه. ورساله هنبدا صح على طول مع بعض. مع بعض طبعا. مش هنسيب بعض. الامل شفت ضحكه جميله يا جماعه. حبيبنا عم احمد والله يا جمال. واهم حاجه الامانه والثقه. لا فيك حاجه ربنا محبب فيك الجمهور من غير ما يشوفك. الحمد لله رب العالمين. نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. جمال طبعا ده تحدث الرسم يا جماعه. اهم حاجه الامانه يا عم احمد. النظافه بقى انا شعرنا الامانه والنظافه. الامانه والنظافه والنظافه والامانه عشان ما يبقى لا انت قصيت هنا جبت الامانه والنظافه لا هنا برضو في نظافه وفي هنا امانه بالظبط احنا بنكمل بعض طبعا حبايبي حاجه ربنا يخليك يا حبيبي عمك.